احنا ما كناش موفقين شويه، وممكن يكون كمان ما كانش فيه التركيز الكامل بتاع الفرقه بتاع كل ماتش، بس الحمد لله ما بين الشوطين لما دخلنا والكوتش قال لنا على التعليمات بتاعتنا قدرنا ان احنا ننفذها في التالت والرابع. الحمد لله الماتش خلص 31 بوينت. اكيد طبعا احنا الستة او الثمان فرق اللي بيلعبوا فوق كله جامد، فمفيش حاجه، خصوصا دوري السوبر ده ما فيهوش حاجه ضعيفه يعني، وكل جيم بتلات نقط، فاحنا ان شاء الله يعني نلعب اقصى ما عندنا عشان ان شاء الله نوصل الفاينل احسن من السنه اللي فاتت ان شاء الله. يعني هو كده الحمد لله احنا خلصنا الرايح بتاعنا، باذن الله هنبدا الجاي كده خدنا التسع نقط بتاع دور الرايح يعني، وان شاء الله هنلعب ان احنا نخلص برضو الثلاثه الجايين ان شاء الله ناخد برضو التسع نقط بتاعهم، ربنا يكرمنا باذن الله.